أبنائي، اليوم في الكنيسة، دائماً في الكنيسة منعيش أحداث مهمة. ففرضاً نحن في القداس الإلهي منعيش كل حياة يسوع على الأرض، كل لحظة من القداس الإلهي بتسافر فينا وبتنقلنا لجزء من حياة يسوع اللي نحن منخرج خارج الزمان والمكان حتى نعيش هاي الأحداث الخلاصية بملكوت الله الكائن في حضور الله فيما بيننا. وعشان هيك نحن في كل أحد، لا بل في كل قداس إلهي، في كل عمل يتم بداخل الكنيسة، هناك في لقاء مع الله، مع أمنا الفائقة القداسة والقديسين والقديسات، ومع بعضنا البعض، كلنا أعضاء جسد المسيح. قديش هذا الشيء معزي لإلنا، وقديش بعطينا نعمة وقوة وبركة في حياتنا، إنه نحن مش لوحدنا ماشيين في هاي العالم، في هاي الحياة، ولكن الله هو معنا. عما نقيل، الله معنا. واليوم مع الكنيسة المقدسة أبنائي منعيش حدث مهم اللي هو الدينونة. اليوم في الكنيسة، الكنيسة وأباء الكنيسة القديسين حددوا إنه نحن في هذا الأحد اللي هو الأحد الثالث من التريوذي، يعني بعد أحد الفريسي والعشار وأحد الابن الشاطر، نحن اليوم في أحد الدينونة. وأباء الكنيسة القديسين حددوا لنا، كنيستنا أمنا الكنيسة حددت لنا إن اليوم نعيش يوم الدينونة لسبب كتير مهم، اللي هو إنه نحن أمامنا كمسيحيين لازم يكون إنه سنقف أمام المنبر الإلهي لكي ندان. وهون منشوف أبنائي هاي النعمة والقوة اللي موجودة في الكنيسة. وربما البعض بتساءل، طب ليش الدينونة؟ الدينونة هي حتى تثبت الإنسان المسيحي بإيمانه، وحتى تحكي للمؤمن المسيحي اللي بيجاهد بحياته إنه ما تخاف مهما كبر قوة الشر في العالم واشتدت وعظمت، اعرف إنه في إلها نهاية، لأنه الله آتي، الرب والمخلص يسوع المسيح آتي ليدين العالم، والكل رح يقف أمام منبر الإلهي لكي يدان. هون منشوف رحمة الله ومحبته للإنسان، إنه ربنا مش تارك الإنسان لوحده، ولكن في نفس الوقت منشوف كمان عدل الله، لأنه في الرحمة في عدل، وفي العدل في رحمة. في مفهوم أباء الكنيسة القديسين ما منقدر نفصل الرحمة عن العدل، ولا العدل عن الرحمة. بهذا المفهوم نحن منقترب من الدينونة، وهذا الشيء اللي بيخلي دائما في نفسنا مراجعة لذاتنا، كيف نحن ماشيين بحياتنا، شو خطايانا، كيف أفكارنا، كيف علاقتنا مع القريب، كيف منفكر بالقريب. هون منبلش إنه نهتم أكثر في مراقبة ذاتنا ومراقبة حركات ذهننا وفكرنا، وبالتالي حركات قلبنا، لوين هي ميالة؟ هي للشر ميالة أو للخير؟ هي للإدانة والنميمة أو للوم الذات والاهتمام بالذات وبخلاص نفسه الإنسان؟ كيف بشوف أخوه الإنسان، قريبه؟ كيف
بتسامح مع قريبه، كيف بحب القريب. كتير مهم نحن المسيحيين دائما تكون الدينونة أمامنا. إذا كانت الدينونة أمامنا وقتها رح نشوف تصرفات الآخر والعالم حتى كله بكل شيء موجود فيه بمنظور تاني، بمنظور إنه ما نهتم إنه نصارع بعضنا البعض ونحاجج بعضنا البعض ونثبت لبعضنا البعض مين الصح ومين الغلط. كتير مرات منضوع وقت كتير أبنائي في هاي المجادلة العقيمة اللي بدنا نبرر أنفسنا تجاه التاني، ومنا نفهم التاني إنه هو غلطان، وبدنا إنه نظبط الأمور نحنا زي ما نحنا منشوفها بمنظورنا. اليوم الكنيسة المقدسة بتحكي لنا ما تتلف قدراتك الروحية والنفسية والفكرية والجسدية حتى بهيك أمور، ما تضوع وقتك، اترك الله أن يتكلم في حياتك، اترك رحمة الله وعدل الله أن يتكلم فيك وبأخوك الإنسان. هيك منبلش نشوف الأمور بمنظور آخر، هيك منقدر إنه نتسامح، نحب بعضنا البعض أفضل. لأنه كتير مرات نحن في زمن بدهم إنه المحبة أن تفطر زي ما بيحكي لنا الإنجيل. نحن لازم ننتبه إنه المحبة أن لا تفطر، لأنه إذا فترت المحبة في قلوبنا وانطفت وقتها منبطل ناس، منبطل أشخاص، منبطل مسيحيين، منبطل حاملين لصورة الله ونسعى إلى الوصول للمثال. وعشان هيك إذا انتبهنا لإنجيل اليوم شوفوا كيف حكى عن المحبة، حكى اللي بتعملوا بهؤلاء إخوة الصغار فبي فعلتموه. يعني شوفوا المسيح اليوم بإنجيل اليوم كيف بيحدد لنا القريب. يعني بيحكي لنا اليوم بكل وضوح، كل قريب إلك هو مسيح، كل قريب إلك هو الله. فانتبه بعلاقتك مع القريب، انتبه كيف بتفكر بالقريب، شو مكان القريب ومين مكان. مش شغلك انت تدينه ولا شغلك انت تحكم عليه، اترك الله ان يحكم عليه، ولكن بالنسبة لك القريب هو الله، ومن خلال القريب ستصل الى الله. شوفوا ابنائي هون كيف الانسان بياخذ مكانته في داخل الكنيسة، في داخل حياتنا، وكيف بياخذ الله مكانه في حياتنا بشكل يومي بكل لحظة من لحظات حياتنا. هون قلبنا ببلش إنه يستنير بنعمة الله، وهون بيجي علينا سلام وفرح اللي ما بيقدر حد ينزعه من قلبنا. هذا هو السلام والفرح اللي تكلم عنه المسيح، النابع من محبة بعضنا البعض، ونحن متحدين بأسرار الكنيسة وحياة الكنيسة، وبالأخص بتناول جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وبوجودنا بالقداس الإلهي. فهون أبنائي كتير مهم إنه هذا المفهوم للمحبة يكون أمامنا، لأنه بهذا المقياس، بهذا المعيار سندان أمام الله، سنقف لكي ندان في يوم الدينونة الرهيب. ولكن ليش بس نتكلم عن يوم الدينونة الرهيب؟ مش كل لحظة من لحظاتنا كتير مرات بتكون كمان دينونة لأنفسنا؟ مش كتير مرات صوت ضميرنا بصرخ وبحكي لكل واحد منا شو هذا اللي بتعمله؟ كيف هيك صرت؟ كيف هيك تصرفت؟ صوت الضمير دايما أبنائي لازم نخليه حي فينا، وضميرنا يكون له بوصلة من الله مستمد حتى ما يضيع بروح العالم ويفقد بوصلته، يعني يبطل يميز الأمور. لأنه كتير برات ضميرنا إذا انترك وفقد البوصلة وقتها ما منقدر نميز الأمور كما يجب بروح الله وفكر الله. هون دورنا، وهي هي دينونة، إنه الله بيسمح إنه نحن كمان نعيش الدينونة هون في حياتنا لما ببلش ضميرنا يأنبنا. بس هون بدي أحكي لكم إشي أبنائي، انتبهوا ما تتعاملوا مع ضميركم ببعد نفسي
ولكن اتعاملوا مع ضميركم ببعد روحي، لأنه بشوف كثيرين من المسيحيين بتعاملوا مع ضميرهم ببعد نفسي، وعشان هيك بشوفهم قلقين ومضطربين، وبشوفهم كثير مرات بيميلوا لحتى إنهم يوصلوا لأمراض نفسية. هاد انتبهوا له، هاد مش إشي صحيح ولا سليم روحيا. نحنا نلقط مؤشرات الضمير اللي بده تخلينا نصوب مسار حياتنا، اللي بده يخلينا نتوب ونعود إلى الله. الضمير مش هو حتى نبدأ في جلد الذات أو في لوم الذات بطريقة نفسية، هذا شيء مضر للنفس، وبالتالي بيبعد الروح عن عملها الحقيقي اللي هو التوبة. فبالتالي نحن لما بناخذ مؤشر من ضميرنا بسبب وضع معين، نحن لأصلا هذا الشيء ما منضلنا في تأنيب ضمير، في آلية تأنيب ضمير ماشيين، ولكن بنتقل هذا لتصرف، لتوبة، لتصويب وتصحيح الوضع، وهيك متبلش رأسا أن نعود إلى الله ونلتقي بالله. وقتها رح نلاقي حضن الله مفتوح حتى يستقبلنا، حتى يحضننا كأبناء له، زي ما شفناه في الأحد الماضي كيف استقبل الابن الشاطر. هذا الحضن مش لازم دايما ننساه، عمرنا ما ننسى هذا الحضن الإلهي اللي دايما هو مفتوح حتى يحضننا، حتى يستقبلنا. ما عمرنا ننسى رحمة الله اللي هي واسعة وعظيمة، وقديش في الكنيسة منحكي لأنك إله رحيم ومحب للبشر، قديش منحكي عن الرحمة لأنك إله صالح ومحب للبشر، قديش منستخدم كلام، معاني، مصطلحات اللي بتدل على رحمة الله. هاي رسائل إلنا من الكنيسة حتى نحن إنه رأساً نروح، وصوت ضميرنا ما يروح ببعد نفسي ولكن يروح ببعد روحي في تصويب مسارنا، وندخل في رحمة الله وفي حضن الله. هذا الشيء بخلينا إنه نكون دائماً عاملين في طريق التوبة. وهون منقدر نشوف اليوم الدينونة، لأنه أبنائي الله سيأتي ليدين العالم، وفي نهاية للعالم، وفي مجيء تاني للرب والمخلص يسوع المسيح، لأنه سيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات. هذا هو إيماننا، وعشان هيك نحن في الأواخر ويوم الدينونة نحن ما منخاف منه، لأنه نحن مسيحياً منعيش هاي الدينونة في حياتنا بشكل جزئي. وهون المسيحي اللي ما بتعامل مع الدينونة والأواخر بطريقة رعب وخوف، ولكن بتعامل معها بطريقة روحية. كيف بدي أهيئ قلبي وفكري وحياتي إنه تكون مرضية لله حتى أقدر أقف أمام منبر الإلهي لكي أكون مع الصديقين والأبرار مش مع الخطاة. هذا إشي بيولد عنا ديناميكية في العمل، يعني بنعمل ما منخاف. بشوف كتير من المسيحيين قديش خايفين من الأواخر، قديش بتكلموا عن علامات الزمان والأزمنة بنوع من خوف. في الكنيسة ما في خوف أبنائي، مع ربنا ما في خوف، مع ربنا فقط في سلام وفرح. عشان هيك لازم نقيم كل هاي المؤثرات السلبية اللي آتينا من الغرب ومن اللاهوت الغربي ومن البدع والهرطقات الموجودة في الكنيسة، الموجودة في مجتمعنا، واللي كنيستنا الأرثوذكسية بترفضها وبتنبه أبنائها المؤمنين إنهم ينتبهوا، لأنه الهرطقات واللي الناس اللي بدها تظلل كتيرين موجودين كتيرين في زماننا وفي عصرنا. انتبهوا، حكالنا المسيح إنكم ما تظلوا، ما تتبعوهم، ولكن خليكم مع المسيح. أبنائي نعمة ربنا تساعدنا حتى نقدر إن نكون نعيش الدينونة في حياتنا، حتى نقدر إنه يوم الدينونة الأخير والرهيب أن نكون مع القديسين والأبرار والصديقين. ربنا
يعطيكم كل نعمة وبركة، أنتم هاي الرعية المباركة، رعية الهاشمي، لأنكم قديش مع رعيكم الجليل أبونا عبد الله تعملوا من أجل نهضة روحية في الكنيسة. كل واحد منكم عماله بجاهد مع الكنيسة وفي الكنيسة جهاده من أجل مجد ربنا. أثبتوا في هاي المسيرة، نعمة ربنا وبركته هي معكم، اللي دائما بتقويكم حتى تضلكم ثابتين في أزمنة اللي بدهم إيانا نكون بعيد عن ربنا. ربنا يبارككم أبنائي، بتمنى لكم من كل قلبي صيام مبارك. اليوم في الكنيسة آخر يوم، اليوم أحد مرفع اللحم اللي فيه بيوقف اللحم، بيكون آخر يوم، ومن بكرة بيكون أسبوع البياض اللي فيه بنستعد تدريجيا للدخول في الأحد القادم لدخولنا للصوم 40 المقدس. بمناسبة الصوم بتمنى لكم صوم مبارك، صوم مليء بالثمار الروحية والنعم والبركات الإلهية. نعمة ربنا ومحبته تكون معكم ودائما تحميكم من كل الأعداء المنظورين والغير منظورين، وتعطيكم السلام والشفاء من كل الأمراض النفسانية والجسدانية بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين. أمين.